بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اليوم طريقة عمل ميلان الإطار اللي هو الكامبر، كيفية قياس ميلان الإطار. ميلان الإطار ما مقصود به؟ أنه التو إن والتو أوت اللي هو الميلان الأفقي، لا، الميلان العمودي. الميلان العمودي يعني هذا الإطار نريد نعرف كيف نصحح هذا الميلان العمودي اللي هو الكامبر. طريقة بسيطة إن شاء الله، تابعونا. أول شيء لازم نحصل على مستوى أفقي للأرض. هذه الأرض مستواها يعني ما مضبوط، الأرض غير أفقية. شو نصحح هذا؟ لازم عندنا إما مثل هذه الحلانة، هذه عدلة، أو عندنا مثل هذه الخشبة أيضا قوية وتكون عدلة. شو نعرفها هذه تكون أفقية ومستقيمة وعدلة؟ أنه نأخذ مسطرة، هذه المسطرة، مسطرة حديد تستخدم في جماعة السيراميك، ونخليها ونشوف هل اكو فراغ. شوف انه هذه مستوية عدلة، ماكو اي فراغ. ايضا بالنسبة لهذه الخشبة راح تشيكها الخشبة بواسطة هذه المسطرة، نلاحظ انه ماكو اي فراغ، موصولة كاملة. اذا هذه مستوية. ماذا سوف نفعل؟ راح نرجع الإطار السيارة وخليها تطلع على هذه الحلانة، ونقيس مستوى ميول هذه الحلانة، يعني ناقص درجة درجتين يسار أو يمين كم درجة، ونقيسها مع الإطارات، مع ميول الإطارات. فلازم ميول هذه، الميل مال هذه لازم يطلع نفس الميل مال هذا الإطار، وذلك لتصحيح أخطاء ميل الأرض. ونفس الشيء بالنسبة للإطار الثاني، نحن نخلي هذه والإطار اليمين الثاني اليسار العفو، راح نخليها على نفس واحدة مثل هذه أيضا مماثلة، ونقيس القياسات ونرجع نصحح. هسه راح نرجع السيارة ونخلي هذه ونطلع بالإطار على هذه بالضبط الحلانة أو هذه الخشبة. الآن نقدم السيارة فوق هذه الحلانة أو الخشبة إذا كان ما عندنا خشبة. طلع الآن السيارة على هذه واقفة بصورة مستقيمة وفي نصف الإطار وإلى النهاية، وأيضا من الجهة الأخرى. راح نقيس حاليا بالمسطرة. نجيب هاي المسطرة عمودية زاوية قائمة. نلاحظ هذه زاوية قائمة. هسا نقيس المسافات من الويل هذا إلى المسطرة، ومن الويل بالأسفل إلى المسطرة. حاليا إذا نقيس المسافة، الويل الأعلى، هذا الويل الأعلى وهذا بالأسفل، راح نلاحظ أكو فرق. بعد أن نطبق هذه بالضبط على هذه الحجر الحلانة المستوية ونقيس المسافة، نلاحظ أنه هذه 3.5 سنتيم، يعني 35 ملم، بينما هذه المسافة تكون 3 سنتيم وأقل من 3 سنتيم، 2.7 ملم، يعني حوالي 27 ملم. يعني هذه العجلة من الجهة العلوية مايلة إلى الداخل،
مائلة إلى الداخل، بينما بجهة سفلية طالعة إلى الخارج. هذا بهذا القياس، هذا بهذا القياس. هذا الإطار جهة اليسار من جهة السائق، أيضا نفس الطريقة، جيب هذه المسطرة زاوية 90 درجة ونخليها ونقيس نقيس المسافة من الويل الكفر بينه وبين المسطرة. طلعت 2.17 تقريبا، 2.18، وأيضا السفلية 2.17. إذا هذا الإطار أعتقد أنه متساوي، أي متوازي مع بصورة عمودية على الأرض، هذه الأرض المستوية. وأيضا راح نستخدم طريقة الجلاس، طريقة الجلاس مع بعض برنامج الليبل. راح نجيب هذا الجلاس أيضا في هذا المكان، ونجيب الموبايل ونشيك البرنامج. طبعا هو في المكان، يعني راح نقيس، راح ينعكس القياس، ولكن اعتقد طلع 0.7 0.5. اذا نقلب، خلينا نشوف، اذا نقلب بس الرقم راح يطلع مقلوب، ما يهم، راح يطلع الرقم مقلوب. نحافظ على الاستواء، خلي يطلع الرقم مقلوب. كم؟ 0.7 0.7 0.2 0.1، يعني تقريب الصفر، تقريب الصفر. معناها هذه هي الليبل مالها صفر مضبوطة، هذه معناتها الليبل مالها صفر مضبوطة، يعني مستوية مع الأرض. هذه ما بيها أي شيء، عندنا يعني الجهة اليمين هي مشكلة. وحتى نقيس هذا الليفل، هذا الاستواء مع الأرض، راح نجيب هذه المسطرة، أو بدون مسطرة خليها هذه المكان، ونخلي ونشوف. طبعا يكون هذه الحافة اللي ما بيها سويتشات، نشوف تقريبا ليفل صفر، هذا ليفل صفر، لاحظوا ليفل صفر، يعني معناتها الأرض مستوية، وهذه عمودية عليها وأيضا مستوية، يعني هذه مستوية، هذه ما تحتاج لها أي وزن أو أي كامبر، لا يمين ولا يسار، لا هذا اتجاه ولا اتجاه، لأنه هذه صفر، وهسه صفرناها، وهاي تكون عمودية على هذه صفر. إذا عندنا الميول بالإطار اليمين. نرجع للإطار اليمين ونشوف راح نعدل الميول. الآن نحن الآن أسفل الإطار، وهذه قاعدة هذه قاعدة الدبل، وهناك براغي 2، هذه للكامبر ولضبط زاوية زاوية الميول. هذا البرغي هو مدور، الثقب ماله مدور، أما هذا ثقبه بيضوي بيضوي. نحن راح نرخي الاثنين ونعدل الميول، لأنه كان الإطار مائل إلى هذه، يعني مائل إلى هذه، يعني مو فوق، مائل إلى هذا الاتجاه. نحن إيش راح نسوي هسه؟ راح بالعكس، راح يكون الإطار، ندفع الإطار بهذا الاتجاه حتى يرجع ويستعدل بمقدار درجة. فنفتح الرخي هذه البراغي الاثنين، الرخي هاي البراغي الاثنين، وبعدين انشد.